طبعا ما زالت معاناة بعض الأهالي بالمدارس الخاصة طبعا اللي هي الأهلية والعالمية، معاناة مستمرة نقدر نقول. شوفي هي تروح وتجي، يعني تنقطع فترة بعدين ترجع بس ثاني مرة، كل سنة يعني مستمرة كل سنة. التسجيل طبعا، ارتفاع رسوم التسجيل طبعا، هنا يرفعون مو بس رسوم التسجيل، تسجيل الطلاب، لا حتى رسوم المواصلات. حتى رسوم المواصلات صح يا رندا، يعني كمان زي ما احنا شفنا سيدتي برنامج ستي اصلا رصد وشاف ايش الفرق اللي صار في المدارس الخاصه والمدارس الاهليه والعالميه الانترناشونال. يعني يقول لك انه في المرحله الثانويه تخيلي انا حجلطك يعني الحين وصلت تقريبا الى 90,000 79,000، هذه بالنسبة للثانوية. ما شاء الله. فأنا جالسة بفكر طب لما أنا أدفع لابني هذا المبلغ حتى لو كان عندي، هل حيتخرج وهو عنده وظيفة؟ لا، حيتخرج وهو عنده علم الغيب. بس لسه كنت حقوله هو يعني داخل المدرسة بقصده عشان يعلموه علم الغيب. يعني شوف احنا هنتكلم طبعا في الموضوع ده بشكل أكبر، لأنه معانا ضيفنا في الاستوديو دكتور ثنيان النواعم. أهلا وسهلا فيك دكتور ثنيان. أنت عضو سابق في لجنة التعليم الأهلي ومستثمر حالي بالتعليم الخاص. شوف احنا كلنا امهات، يعني هي يعني تحوز ايضا حائز الام برضه، يعني الخاله ام. ومن جد متضايقين من هذا الموضوع، وفعلا متضايق جميع يعني اغلب الناس، لانه احنا حابين انه ايوه اولادنا يتعلموا في مدارس اهليه وفي مدارس عالميه، ولكن مش حلو من المدرسه انه هي تجي كل سنه تزيد سواء كان رسوم التسجيل او نحجز للطالب كرسي مثلا، هذا اقل مثال انه نحجز الطالب كرسي، انا لازم ادفع 1500 اقل حاجه قبل نهاية السنة. فأنت كعضو سابق في لجنة التعليم الأهلي، تعليقك على زيادة الرسوم لهؤلاء الطلاب في المدارس الخاصة والعالمية؟ أولا أشكركم على يعني تغطية مثل هذا الموضوع المتعلق ب يعني حاجة مشتركة بين كل القطاع، بين الشعب كله، كل الناس يعني. وبالتالي وانا يعني ايضا ودي يعني مستقبلا يكون هناك طرح من قبلكم في بعض الجوانب الاخرى في التعليم او التعليم الخاص إن شاء الله. جانب جوده التعليم وليس فقط الاشياء الرسوم. بالضبط، هذا اللي انا قصدي عليه دكتور ثنيان. اوكي، ارتفع قسط المدرسه، ايش المخرجات اللي المدرسه بتعطيني هي لطفلي؟ ايش في مقابل لارتفاع الاسعار ده؟ بس اولا انا بحب اني اكد على نقطتين. النقطه الاولى ما يخص الرسوم الدراسيه، طيب لكل المدارس مختلفه، تعتمد الرسوم الدراسيه على كل مدرسه على منشاتها على تكلفتها، يعني هي عباره عن قصدي انا هي المدرسه هي مشروع استثماري له كلفه، وبالتالي هذا بشكل عام. وبالتالي كل مدرسة لها كلفة مختلفة عن المدارس الأخرى، في مدارس مبنية على أرض في موقع سعره غالي أقل أسعر أقل أقل أغلى سعرا من مناطق أخرى. لا بس خليني أكمل لك النقطة هذه. بس أنا برضو أنا مثلا تجيني المدرسة غالية وأنا مسجلة فيها والمدرسة كانت في حي مرة راقي، أدفع من البداية مثلا 50,000 على سبيل الافتراض، ومستحيل أدخل بنتي مدرسة ب 50,000 ترى المعلومية، تجي كل سنة تطلب مني 1000 زيادة ولا 2000 زيادة. أنا جايك بس في الموضوع، لكن خليني أكمل النقطة هذه، لأن النقطة الثانية يعني تغنيكم عن بعض التساؤلات. هذا بشكل عام، يعني الرسوم لما تطرح، لما كل مدرسة تفرض رسوم معينة بناء على الكوست الخاص بالمدرسة، طيب زين، بناء على معايير مختلفة كثيرة ما هو بمجالها، لكن موافقة وزارة، لا لا لا، هتكلم عن تقدير الكلفة الأسعار بناء على كلفة المدرسة. هذا بشكل عام كل سنة ما تزيد، المفترض ما تزيد أسعار المدرسة كل سنة. المفترض أنه متى ما ارتفعت الكلفة يضطر المستثمر أن يرفع جزء بسيط يوازي الارتفاع في الكلفة. شكرا. بمعنى انه ما هي مثلا صارت رسوم على المدارس، زياده الرواتب، التوطين، اي جانب من جوانب تطوير المدارس ايا كان، في قرارات مختلفه من قطاعات مختلفه على التعليم، هذه تضطر المستثمر انه يرفع جزء بسيط من الرسوم بناء على الكلفه الجديده. هذا باختصار. ولا على يعني في نسبه محدده؟ لا، نسبه بسيطه طبعا، على يعني كل مثلا 5% 3% ولا على حسب التكلفه اللي زادت على نفس على حسب المنشأة. التكلفه اللي زادت، لا فينا او البرامج اللي قدمتها في بعض المدارس الان اضافت برامج دوليه مثلا زي كلاسيرا مثلا نظام ستيم، خلينا نقول نظام ستيم الامريكي، هذا لما تجي اي مدرسه الان اضافت نظام ستيم على تعليمها
تقوم تزود الرسوم على هذا مكلف جدا. ليه؟ لانه الولي الامر مخير الان، انت الان مخير بين انك تقول والله انا ابغى ولدي يكون في المدرسه هذه وفيها النظام هذا، او تنقل لمدرسه اخرى اقل كلفه ورسومها اقل. ايوه بس دكتور سنيان انت لاحظ انا مثلا ما اكون حاطه ابني ولا بنتي في مدرسه من المرحله الابتدائيه الى الثانويه، لما انا اجي تجي المدرسه تخطرني قبل الدراسه بحوالي اسبوعين او ثلاثه اسابيع انه فجاه سعر القسط زاد 3000 ريال لكل طالب، لكل طالب. هذا مبلغ وقدره، خصوصا انه المدرسه بتفرض علي انا كوليه امر انه انا ادفع تقريبا ربع القسط من السمستر الثاني، من اخر السمستر الثاني بحيث ان انا احجز مقعد. طب انا عامله حساب انه انا حاطه بجت لاولادي مثلا كل واحد 30 30، تجي انت فجاه على بدايه السنه تفاجئني انت زودت 3000 لده و3000 لده 6000، طب هذا ممكن تكسرني. هذا مبلغ مسترجع او لا؟ لا طبعا هذا مبلغ غير مسترجع. يعني دكتور سنيان شوف احسها احس غزل يعني يعني جابت من الاخر وانت يعني ما علقت على الموضوع. لا بعلق بس انتظر تخلصوا من التصور. لكن مقابل دكتور سنيان ايش المخرجات اللي المدرسه جالسه بتعطيني هي؟ رحلات ابدا ما في رحلات، كادر تعليمي بمعدل 3-4 مدرسات لكل ماده بتتغير في الترم الواحد. غيريها من الترم الواحد المدرسه ما تقدر، لانه هي تقول لك انا متعلقه هذه البيئه اللي انا تربيت فيها، انا موجوده في المدرسه دي من الابتدائي، صحباتي كبروا وطلعوا معايا، ما حاقدر انا اطلعها، انا اقدر ادفع 3000 ريال زياده، لكن هل في ناس ما تقدر تدفع ما عندهم المقدره دي؟ انا بقول لك حاجه، بالنسبه للرسوم اللي ما اعتقد كم تمثل ال 3000 اللي رفعت هذه من الرسوم الحقيقيه السابقه؟ كم تمثل؟ 5 6 4 3 طيب 3 ايوه. انا لا اعتقد ابدا ان يعني يجرؤ احد من اي مستثمر او مالك مدرسه ان يرفع، او اي شركه تعليميه ترفع 3000 فجاه الا اذا كانت ال 3000 توازي 3% و 2% من الرسوم الحقيقيه. هذا لا لا لا. كم؟ انا عشان كذا انا اسال. ولذلك شوفوا الموضوع في يعني مفصل، ان لا يمكن لاي مدرسه ان ترفع رسم ريال واحد الا بموافقه وزاره التعليم. حلو هذا هو. وبالتالي خلي بوضح لك الصوره. لما طبعا هذا سيستم الوزاره محدد كل سنه، يعني الان خلال العام الدراسي هذا انت عندك خطه لتطوير المدرسه للعام القادم. أنت كل عطني سنة يا دكتور. كل سنة. لا عطني كل سنة في خطة للتطوير. لا بس عطني معاييرك، عطني الأشياء اللي راح تعملها وبناء عليها يتم المخرج. بالضبط. ما هي اللي راح تعملها الآن؟ الإجراءات، التطوير، التأهيل. عطناها والوزارة لديها معايير محددة. أنتوا لو تدخل على موقع الوزارة. أيوة. طب أنا ليش مثلا بيجيني أنه ممكن أعلى مبلغ وصل 79000 في السنة لمرحلة الثانوية؟ كمان بإضافة إلى ذلك يعني لاحظنا لما مدرسة أهلية، مدرسة أهلية عادية إيه؟ مستحيل. كيف يعني عادية؟ انترناشنال أو برايفت؟ لا يا يمكن انترناشنال. طيب وفي شغلة ثانية كمان لاحظنا لما سيدتي كانت بتعمل شوية تحقيقات لقوا أنه أحيانا تكون في زيادة البنين، الزيادة مختلفة عن قسم البنات. يمكن التطوير المدرسة. في البنين طب يعني؟ يمكن الاجراء لا يمكن التطوير صار او الاجراء اللي تم في قسم البنين. طب انا ليه اطور قسم واسيب قسم اذا يمكن انا الوقت ما يسمح؟ يمكن الوقت ما يسمح، يمكن في خطوه خطه استراتيجيه مرحليه، ممكن السنه هذه انا راح اطور القسم. دكتور سنيان يعني انت طبيعي. عادي يعني انت شايف انه انت مع موضوع انه زياده الرسوم كل سنه، شايفها شيء عادي؟ لو انتبهتي لكلامي انا قلت مستحيل احد انه يرفع كل سنه، شيء غير منطقي اطلاقا. ليه؟ لانه انا ما يمكنني الان. اول كانت قبل سنوات عده سنوات كان المدرسه ترفع الرسوم كل سنتين كل ثلاث سنوات حسب ما يراه مبلغ بسيط كبير و1000 ريال. لا حتى الرفع كان الوزاره ما لها علاقه فيه. زين قبل 4 سنوات او 5 سنوات صار فيني سيستم. نعم. انت تبغى ترفع رسومك عطني كل مبررات وفي نموذج وفي السيستم تدخل عليه اونلاين وتعبي كل اجراءاتك، والوزاره بعدين في لجنه مركزيه في الوزاره تدرس كل طلبات الزياده اللي يستحق يزاد واللي ما يستحق ما يزاد. وايضا ما واذا ترفع 4000 زي ما تفضلتي مثلا 3000 لا يمكن ما ترى يعطيك 1000 على حسب دراسه اللجنه. فانا اقصد السنه هذه لو شفتوا مثلا بيان الوزاره تمام. في بيان طلعته الوزاره بالمدارس التي سمح لها بالرسوم.
التي رفعت لطلب زيادة الرسوم. مئات المدارس اللي طلع كم؟ 23 مدرسة تقريبا. ايش معناها؟ معناها انه الزيادة هذه لأشياء مهمة وتم دراسة ايوه وعلى معايير محددة ولم يسمح لكل الذي قدم. غير كذا دكتور ثنيان، في برضو بعض المدارس نفس المدرسة لها فرعين، فرع سعر المرحلة الدراسية فيه بمبلغ، والفرع الثاني بمبلغ ثاني. منطقي منطقة أول شيء المنطقة يعني، ومع الأسف الشديد أنا ممكن عندي تبرير ومع الأسف الشديد مديرة المدرسة قالت لوحدة أنا أعرفها، قالت لها لأنه الكادر التعليمي اللي موجود في المدرسة دي اللي في الحي الممتاز مختلف تماما عن الكادر التعليمي اللي موجود في نفس المدرسة في الحي الثاني. مديرة المدرسة هي كده. أنا بسألك سؤال، أنا بسأل سؤال، أنتوا يعني كأمهات يعني كأمهات والأب الآن مدرسة أنت مستثمرة وعندك مدرسة في شمال الرياض وعندك مدرسة في جنوب الرياض، صح؟ هل ممكن تعتقدين أن الرسوم التي ستكون في مدارس جنوب الرياض زي اللي في شمال الرياض؟ لا أصلا مختلفة، صح؟ يعني أنا لازم أروح جنوب الرياض يا دكتور ثنيان عشان أدفع أقساط رخيصة؟ لا مو كذا، لا، لأنه المنطقة كل منطقة سكانية لها الديموغرافية، هذه مهمة ترى. لما أنت تكون تدرس دراسة جدوى لأي مشروع مثلا جنوب الرياض الشريحة صحيح. معينة هذا الشيء جدا هذه معروف. تعطيها رسوم إلى حد معين منطقة معينة أخرى، شمال شرق الرياض غير، شمال الرياض غير، غرب الرياض مختلف، شمال غرب تختلف المناطق. أنت لما يعني دكتور تعمل دراسة اقتصادية باختصار عشان ما أضيع وقتكم، نعم، الرسوم تعمل دراسة اقتصادية جدوى اقتصادية دقيقة جدا، وترى تعملها شركات متخصصة بناء على معايير مختلفة منها الموقع. دكتور ثنيان سؤال سريع، أتذكر زمان كنا نروح المدرسة بثلاثة ريال. أنا 5 ريال. طب ماشي يا ستي فعليا بثلاثة ريال كان في زمان وجبة فعليا زي هذه الورقة كده على وقتنا احنا ربع ريال فيها ساندويتش. طب شفت كيف انه ربك كريم، فيها ساندويتش فيها عصير فيها شيبس. طيب اما الان انت تروح المقصف، يعني يجي الطالب يروح المقصف يكون ناوي انه هو يشتري مثلا شيبسي ولا ساندويتش او عصير على اساس انه بالريال، بالثلاثة ريال اللي معاه يلاقي سعر غالي. ايس كريم 5 ريال في المدرسة. مدرسة هذا لو كان فيه الآن الوزارة بس خلونا نلاحظ التغريدات، هذه كمان إحدى التغريدات من إحدى الأشخاص اللي منزعجين من إنه الطالب راح المدرسة وما معه غير 3 ريال بس. هذه إيوه كانت طالبة مسكينة يعني، نعم، أعتقد إنها مدرسة حكومية يعني ما معه غير 3 ريال، لقى العصير بريالين، لقى العصير بريالين على كل حال، والمويه بريالين على كل حال. بالنسبة للمقاصف المدرسية أو التغذية المدرسية، تمام، أنا من وجهة نظري أن التغذية المدرسية هذه خدمة يجب أن تقدم للطالب بدون مقابل. على الأقل أصلا حتى في خدمة مدارس الخاصة، إحنا أتكلم عن المدرسة شركاتنا إحنا مدارسنا، نعم، مدارسنا نعتبر أن المقاصف المدرسية هي خدمة تغذوية مجانية يقدمها المدارس للطالب قدر ما تستطيع، ما يتكلف الطالب شيء. هذا جانب. حلو. الجانب الآخر هذا فعلا موجود ويطبق. يطبق نعم. التجارب ترى جدا مفيدة يعني في القطاع، في تجارب كثيرة يعني، نعم، ودينا بعدين إن شاء الله تطلعون عليها إن شاء الله، نتكلم ممكن أزودكم بعض الأشياء. التغذية المدرسية حاجة وليست يعني كماليات تقدم، هي أبنائنا يروحون للمدرسة. تخيل أن الطالب أو الطالبة تروح من البيت، طلع من البيت بعضهم ما يفطر، يفطر في مدرسة، صحيح، يمكن كوب حليب تشرب ولا هو طالع. فالتغذية التغذية جانب مهم جدا، الصحة وللتعليم للتحصيل العلمي كلها مهمة جدا. فضلا عن ذلك كله يجب أن يكون هناك سلامة لهذه الأطعمة التي تقدم. ليه؟ لأنه أكبر أمانة، ترى على فكرة أنا أؤكد هذا، أكبر أمانة في المدارس بشكل عام سواء حكومية ولا قطاع خاص، أكبر أمانة يعني صحة الأبناء ترتكب يعني تتحمل على المدرسة هي الابن وسلامته أو الطالبة، نعم، وسلامتها، نعم. هذا جدا مهم مرتفعة. وهذه هذا جانب. الجانب الآخر أتكلم عن من فلسفة موضوع التغذية المدرسية، نعم، وهذا موضوع طبعا يحتاج إلى كثير من حلقة يبغاله والله يبغاله شغل كبير والله يبغاله. لا، في حاجة مهمة بالنسبة للوزارة، أنا حقيقة أشد على يد الوزارة يعني. وزارة صحيح أنها تشاد على المدارس بشكل عام، قطاع التعليم لها اللي تضغط عليهم وتتابع بشكل دقيق خصوصا في السنوات الأخيرة، لكن أنا أؤكد معهم على موضوع المقاصف المدرسية. فوضعت نظام المقاصف المدرسية نظام ممتاز، وأي مخالفة ترفع
يعني اللي تفضلتي فيه انه اسعار زايده عن الحاجه وغير منطقيه، على طول مباشره شكوى مباشره على الرقم المخصص بالشكاوى، يغلق المقصف ويحاسب المسؤول في المدرسه. هذا جانب، هذا جانب مهم. يا دكتور زادوا 3000 الساندويتش بينباع في المدرسه ب 15 ريال، هذا زياده تكلمنا فيها، بعضها منطقيه ومدروسه. هو بقول لك لكن, لكن في في نقطه بس، انت مع هذا، انت مع انه المدرسه تقدم الفطور للابناء، وجبه الفطور خصوصا اللي هي ساعه 9-9:30 بشكل مجاني؟ نعم، اقل شيء اقول لك ليش وعصير. الان اتكلم عن الحكومه، القطاع الخاص. نعم. القطاع الخاص مثلا رسوم، مثلا 15000، لما تحسب الطالب او الطالبه كم وجبتها كل يوم لمده عام دراسي، احسبها واحسبها من ضمن الرسوم الدراسيه وانتهينا. بالضبط. شكرا لك دكتور ثنيان، الحديث معك لا يمل. شكرا لك، ولكن ان شاء الله اكيد لنا لقاءات اخرى عشان نتبحر في موضوع المدارس، واعطتنا حلول. شكرا لك دكتور. بالتوفيق ان شاء الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. تابعي بعد الفاصل، لازلنا مع الدراسه. تعرفي سيدتي على أهمية دور الأهل في بداية العام الدراسي.